الحمد لله محمد أخينا طيب مبارك فيك والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. إله الله سبحانه وتعالى ونسوك يا سيدي شهر بارك دروس باسو صوتي خير الله سيدي دكتور شهر محمد صنع بسوري مركب وحيدة أيام برحيلة درسة بلاي لكم درسة قوة مساء سيدان فضل صلطة في رمضان إن بحل رابح بشهر رمضان فضل اللي يأتيك إلى ده دل درسة قوة مساء سيدان مركة جمعة يوصل بلاده إلى هذا الحمد واحنا هذا الصوم والتغيير مش هم هناك استدلال موصل بسم الله شاء استدلال عن عفوا قوات الكهرباء وقيت هذا الكهرباء إن روحة واستدلال من أمر الحجر أو أمر الوحيد استدلال كمتها استدلال كمتها أن هم روحة مسلمة مسلمة فضل صدق وفرد بها أجد وفرد بها شرق الإسلام أن أبور في روح الرحيم قولها ذلك تبطي روح الرسول ذلك يقول إلا إبخير كان جفن إن دعوه مقابلة كان معهم بوح وإي رسول كان قرابة وإي الحيدين وحاولي حيدينة قرابة ووصي جرتبه وصدق ويسر مرحي فالسوك عليه الصلاة والسلام أيام أحي نموذة القربة صالح قبرنا بها عليه الصلاة والسلام أبن حيث بشهر مرحي هل حديث من عباس قليه أيام السلم معناه وصوك عليه الصلاة والسلام مسلمين جري بشهر مرحي مرحي لقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه محوله رسولك عليه الصلاة والسلام محوله أكبر الناس ذلك كانوا بدي يغسل حركس ورقودها رسولك عليه ويس حروري دي أو أحيى ما يعطيه عليه الصلاة والسلام وحول هيك أوحي ما نبقى جاني لكل سريح وربايا استمرتي وكي جنتي صار هذا حتى أنتي من غنيمة حريق وهيبي منك حراها هكذا تبعوك لأنه بيرا يبير بحمد وحقا يبير يا أو حق بحمدنا لما نفقد عفوة من الربيع لن عصر الله فقر كان عصري رسول كما على صلى الله عليه وسلم محوة هاي دائس فيها ولو تنبو تغيير كما نحن نحن نصبينا بشعر الله إثبتوا كي أي كبتها الآن نقول أن من جالس يعني واحد حتى كعب رسول الله على بن مظلم على وجه فدار عمري مرفوع أخي يقول تعالى الذين يفقون أمرهم بالليل والنهار سرا علانية فربما يجمع ذلك الله يجزي البقر محو هذا كي يحيو أفضل شيء وشيء أمدرها من جاسدين وأصبح هريك بالعيون وأصبح مالك بالعيون من أمور عصر فيه من أمور أبن بقر أبن أصوى آية سسيرة سيرة ما كان يوم أصول دائما على لحظة إن الله حين تموت على جو أو رسولك على سلاة صلى الله عليه وسلم رسولك فبرك أصول بحوال من المريد نبي وصل على الحوال مرمانه كان بأسحابه سجوديه مركز سلمتي العصر إلى الوقت يقولي سلمتي يقول لنا يقولي أنا لم يقول لنا أنا مسايد بيس السحابة دوية اللي جيها هذا المحاقص نبي مفرد دي الوقت كان أخذ دي المحاق محاوك عين أيوة إنها هرتالة وصدقائي محاق ما يعطي بلا قبل أمعيها ودهك ولئي كاني أيا كل تاري الحمد دار يقول لنا عوام بلا إنه يقول لكم بلا يمتيني أصول مهم حكرة المعود الذي يضطي بها أجره أو أبها بجولي أن يكون يسكن بها الإطار هو أقول بها
marka ilaahay sallallahu alayhi wa sallam nabiga wada leeyahay alayhi salatu wasalam marka ibn Abbas uu leeyahay kaana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam alf wada nas kan nabiga wuxuu ahaa kan dadka ugu deeqsan وكان أطول ما يمر في رمضان بشهر رمضان أيوم أوصي جاز السلام بشهر رمضان على الطاعة عرف رمضان وبها كان القبر وخير من الزيادة ويكبتها السلام ليه كان الدرابع كيف يكبتها غير أطول القرآن يكبتها ذاتك بحلو حساب الله يكبتها ذاتك مسكين كالك على الله يكبتها أراضي الحمدية يكبتها بشهر رمضان كان سوق على الزرق والله كان أود يتسمى شهر رمضان كان متى نسموه؟ ده سلمان على قصة تهيرة مركو جديد وإيمان محيط ولا تهيرة معامل بابيل واحد حول الله يا مانا محيط عليه الصلاة والسلام محول إيمان يا إنه قرآن كنت يجيسك أسكسك محيط الله أهل الله أبو جربه ساسو إيمان حبيب بابيل إيمان يجيسك مثلا على الله صدق كلامي بمنه نبي يقول في سبيل قرآن كذا يسمى قرآن كذا ما كان هو في عز الصلاة ويدير من مال وحول الله ساكت جل السنة ابن عباس بقول ده ما يسمع تعب ساكت جل السنة بشر رمضان أو قرآن يدير من مال أو قرآن يسمى واحد أنت إذا رسولك بقول عز الصلاة ده ما يدير يسمع ده يسمع ويكبر 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 يعني عندما يبقى صادر سير قصر مخيم جاسيب وخيرته سير قد يجدني سوى خيرته أي وصوك على صلاة الصلاة وكان يجدني جدك الخيم جاسيب على صلاة الصلاة ما كان روح مسلم كلام أو الصلاة قد قرب حرم أو ديانة أو صلاة كتب وحيا رب الله عليه الصلاة إنه حساب كتب صلاة كون وأنا مرتبط أقف بساعة والسود إذا إن أدرت ربنا أفرس صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ننكا قف صوم أفريو محلو قرية أجل كيس أوكال الصوم كان أجل كيس على المستقبل مركا مركا تقول أفرس أضر الله قف صوم أجل كيس هذا صد أفرس هذا طوام أفرس إنتا أفرس نقول بأجل كيس أوكال مثل إلى الآن مرة واحد حتى دورت كم هي كم تعرف هذا بشي مرة كل يوم كل جزء هذا كل يوم قليل جزء هذا كل يوم راح بس نص ساعة جزء بش أصور كأصور كيس طلع ده تجاسي هل هو أصور هل قام من بخيل أو ميسا كل جزء كله صحابة كانوا كم تعرف متابعين تبع هذه واحد أصور هذه وانا انت ترى السوق بينجر ده كم بينجر مساجد تقول إن جل كارل راح كل يوم ما خليت الزعيم ده إلا أفضل قالوا كل الآيات اللي صدق على أي جملة صدق على بشهر رمضان كما قطع على الآية كمتها وما لم حاجة سيسكو دان وطريقه جدت في كل لي أفوك إيه يعني كان جاري يا رب الله بصص كان الفقية ولا جميلة كان أفضل يسكو بحال أفضل مش سودي سودان بتاجي لقاء سيدنا خالد بن الوليد رحمه الله لكن كيف كان كلامه؟ دخل كان في قتال إن رمضان في صلاة رمضان ما قالش إلا أنا لا أقدر على هذا الموضوع أنا ضرب أنت أفرك أفر وإفطار سامك الضبط سامي سمحتي وسامي حرم الطواف رمضان وأنت الجالس ما يقول تشرعي محاكاة ولا إيمان بس إن أفون يوصفهم شيء يجب رسول الله الصدقة البرهان على سلام السلام محيط برهان كتاب إيمان كان برهان كتاب قالوا حبي هذا الشيء شيء قالوا حبي هذا هو حبي ولا تم تستكتر بمين حبي العائلة سوى أبو الله ديالان يقول لك بخاف التين بصدق حبي قلت رفع الله الله ما هذا الموضوع الحياة؟ لكن لك مسلم جاء لك مؤمن جاء صدق الله بحاله سورة سورة شعر الله السلام الصدقة في برهان على إذن الله مش عارف أقبال مش عارف
أي نطق على موسى وشعبه أي نطق على بلغة حولها الحاضر من قلب يسوء إيمان وجوه وتحبون الله بدل الله وراك حولها تقوي جلعيه حولها تقوي جلعيه صدرات الحمر وحي الحوليسة بحيث سنة صار إن أولا إيمان كسر قويها منك منافقة يعني كارتة يعني كبخيل وأخيرت عليه من حول الحمر إيمان كفر وقدر أم إبني أما ضعيف وهو قريب إن الحرب هي مفكرة الصلاة فإذا كنت في مرة أجل دبل هذا الشيء ما تضعف فرصة ثم حيث سنة صار إن إلهي سبحانه وتعالى قلب لا يكون لها إيمان صادق وابنها تسر السنة تعليم أمنا وإلهي سبحانه وتعالى يرسل بفضل بيسا محاكا ويفع إليها وأي مسألة طلب إليها ويفع إليها روح عبد الكاحة وصول بل أخترت هؤلاء بوني إن سكة مدى بسجد طفك روح عبد الصول أو مكالفة أم علي أرحم كنت هذه الصلاة فصوح حديث الدعاء على الصلاة والسلام داكم الله بالصلاة بدك الله ثم يعني إلى عبد الله بدك يا مركة الفوق كل شيء مدد الله بل كم في إن الصلاة بعصر أو تكتب بها سيصر أدعو اليوم لله عن الله أن نصر الله عفيا أن نصر الله عفيا حتى يقلب به عفوا لا نفكر كل عبد الصلاة داروا مرضاكم بالصدقة مركز صدقة إيه إحسانك إيه ولاك التواصل بيوم دفتا بحمد بجارة طبطو كان طبعا يصبر بجارة طبطو كان حتى الجهة الدولة سبيل ما الدولة العكس لا يؤمن وحيارها معي تعيب قفوا به يا مسلم كأبراد عفمر به قفوا كده الأول عفمر أسلم عفمر وما يدعو عن هوى إنه إلا وحي يوحى فصوت على ذات السلام وحي ما وحى وحضر وحى وسكت هاي وسكت اسكت على غالية إنه إلا وحي يوحى هذا ما أسأل إلي النار والله مسألة أدوه ما يسر حتى فتقة شخص عينه وكيف عفنا بإنسا وفي كاحة وصلاة معين وفي عفنا طبعا برمشهد الذي كحى مصري إذا سمعوا الدولة بدك تخترق على ذلك حوار مساكر السياد أي يقول اليوم الإلهي كان عفره كان كحى مصري الدولة وأنا أقول الدولة حديثة واحدة طبعا رسول الله عليه الصلاة قفكي جفرها المدى عليه الصلاة صدقة بحيد تابع محيد بلين فتحي فرمين أفرمين ليس إلهي بلقاتيس فرمين أفرمين ليس إلهي إنكو دمي لأخذ الله أو أخرج لكم الله إيسان بقوحي صدقاء بحدا لكن إلي يا شيطان ومدى روصة لدي وإلهي يبعون إليه بالعلومة ووحي العلومة لا قفل العلومة لا صاحب على الله برضا صبر أي هذا رب حسن العبوية المحي يدوه المحي يرضى الشيء العكس من بين حظ الحين ماذا يجب أن يكون هذا الفجر وقت أن نشي برقى العبوية عنها حد الفجر حال الشيء الأبس حال كل يأبس هو أخر لكن قرآن في سورة البقرة ويكاين دينين يمسين الشيطان يعيدكم الفقراء معدن يروحيا وفتدين الشيئية إن أتفكر يكون عهد الرئيس عرض المجرى العيال مدبر مبخرة عيال ما هي البرك الرشيد بخيل المؤمن فلي المؤمن مثلا حسن صحيح فيه واحد حنا يقول عشان واحد ما حد عفوا واحد يقول بس
الشيطان يعلمكم الفقر ويأمركم بالفحشاء حمو الأمر يعني. والله يعلمكم مغفرة منه وفضلا بل بذنب القاضية دم الأعف جوبته هي ولي الفضل في الزائد وحتى أصور سبوك المالين وحتى يصور حكم شرعي آلاتي سبعة كبيرة حين براه شرعي يقتل على كبيرة وحد هيس وحد يقولها أنفقوا مما نزلها من هذا التنبيه من وحي صورة الحكة على الله صديقها ولا يتدرع مرتب عيدنا الذي يأتي ويأتي الحركة لما بوضع على شكان وهو هذا التصادف نفسه بطول مكان ولكن عند وصفه الله مزورة مزورة يا إذن كيف صارها نكون إنسك ربي لها مركب الله من عدد مغفرة منهم وفضل إلهي سبحانه وتعالى وحيدين من القاضية إبقوا فضل فرقهم وإنسير صلاة الفريقة لبها كبيرة مع إله صلى الله عليه وسلم وما أنفقتم من نفقة أو بدل من ندرك إلا الله يعلم وحد حسنه وأمي إلهي وما معنى مشرك أي محبين صدق الله كان بعمل فيه إلهي شيء ما كان بعمل وما أنفقتم من نفقة أو بدلكم من ندرك إلا الله يعلم إلهي سبحانه وتعالى وحلا وحلا بحصوك وأبنه أخانا حال الله إنه المصدد لي والمصدد لي وأقرب الله قرد حصل الله أحفظه ورب الكريم تلقوها الله والغوبة لي ومحفر بعد يحلق أي آخر ويرفع يعلم بالعلم ويرفع بحق تريسا إلا المحيطة الله حوالها المحكمة هو الان محتمل خيرا مرات اخرى بها قول يعني عم عليش الحمد يضطر واحد سحينا مع نصف تهانا عم اخرى مع حدا فيه جمع لها نودة بس مع حدا كانت مفر على روح مصبوحي دم الحمد الصوم الا يا رسول وحدي حتى ما قرصه وكرت حتى مفروضة ولا مرات خاصة تتسايد صوم الله حتى وصوم الله نكتاجة دار الكبرية قرآن ماذا كان وما سجد أصلا الله وصلاح الله صوت كان مسارة الصوت قرآن ماذا كان عيد فرد عبارة صلاح فصولي اللي كان بلا قبل مسارة الكبرية وقرآن ماذا صلاح وصلاح أي وقرآن مسارة كل مسارة وقرآن مسارة وقرآن أفهم بصلاح وصلاح مرحبا الكبرية الكبرية قرآن ماذا كان والروح حتى لا كثر إلا الحيوة إن أنا مصدد لها وأنا مصدد آتي وأقرر الله قرض الحسنة وإذا عفو يا رب الكريم الأجل الكريم في القرآن هذا شيء واجب الأجل الكريم في القرآن الكريم واجب جرفه الله على قلبي وأنا في بخير في الدين ولكن يا لله يا رب الحيوة المحاكمة للسرطان إن يكون حتى لي فتحي يا عمرك يا دمك يا ولد يا دم بمروه ما تطهره من المذنوب مرك الوالي اللي هي الله سبحانه وتعالى ذكر زكاة يا ابا الصلاة خذ من اموالهم الصدقه تطهره وتزكي ما هو ده الصدقه ايات الحل يا ناس وتطهر وتطهر وايات الزكاه اللي هو فيه انت كاتبين صلاه تسعود آيات أقول لزولة أسكر وإذكار المفتدى وزولة خذ من أموالي صدقة حوالوها المعكوش على الصدقة إلا ما بحيطة بل تضحيهم ويدهر إساء ويدهر إساء محيك عطيه دبيا يحكم محا إيه ووحدة أروح على الصورة يحكم إساء مركزي بحيطة يسوى دبيا خاطئ وتزكي بها ويكون له وصفه المتزكى مركا شيء ايوه انا مركز الحجاب داخل الله عباده جودها اركان الاسلام وطن شرط احرق
تعب الوطن روح عمره وصمية للبلاد وطبعا صدقة ذكرة للبلاد فاستيقظ النور تعال بسرعه قيامة مكيلة طلب القرح لها الانتباه قف أفكار هاتين أولا ترابط أولا قيدين أولا قيدين أولا قيدين أولا حسابة يسطين إن ذلك حسابة يقال إيه حسابة سحطر روح الواحد الانتري صدقاني سحوف الوحش صدقاني سحوف الوحش نور الواصل لهم انتو أنتو كلاطح إلا أبوان ولكن الوزن لما ما وصلنا يجيل هرمين لأن النبي أروح يسابق القبع السابق مركع المرض كل مكين في دل سبقتي حتى يسر بين الناس وحتى يقوى بين الناس وعلى تفوت حفظ الصلاة ونوى الشاغل مركع وفى الضوء قولي أنا لبالي بالصوت سيارة بسن وحلاق حياته حبناته لا تبغى البطل حديثي عام كهذا سبعة منهم الله في دنيا من غير ولي يوم لا دنيا إلا دنيا إلا دنيا صلوا الله ودين عصر الرحمن هبلش ما تحوس كلو بدين لا محاكم لا من صدق به أو قلبي إلى أفرق تماماً ميت واحد حسن ليه لكم إن لكم بدموا على الرحام بيان على سورة المال كل سورة تضرف عجبية تجروا يتصدق فيخفيها حتى لا تعلم شمال ما تفهم يعني طلبوا قرمية قولوا ما هي تحت البطار حديث كطلبوا قرمو شهيد إمام علي الله عليه نمبر 2 هو الفتى العفيفة ويل إنه يرغب صبر عبادة القرية شعب نشأ في بلاد الله تضرر مكة شيء إن شاء الله لكن سبعة يضل ومنها في دينه يوم لا يضل إلا دينه وفي دين عفيف الوالد محاولة كبيرة منه حوالة بعيد وهذا الآن قليل الأولاد إلى الوقت المعلومين توحيد حسين إلى بيه كوريا ما تعكرس لكن حاولي حتى يعميس من كقليل أو كتاب بيعا قفوا مسكروا عن حيب الله المسكرين قفوا بمال إيه مسكر ضد هذا الحاجة وإنه حرام الوري ضد الحاجة خذها معي لهذا الشيء وفعل لا وفعل خاصة سنة ألو فعلي عقولين عمر وليغر بيعي هشين وإلا لا بحسن نقول لا سبب بيعي بس ما كان روح أقول بحي قريب آخر ما كان يقال ده عفل الرحمن أي محكاه بالله وحيارة كانتم أي أين آمن به من أخبار هي بحاكمة صدقة وحجام الله ويقام الله اتقوا النار وفوق النبي عليه الصلاة والسلام ولو بالشرك طبعا أنا بحاجة واحد حني واحد جهاد واحد لها حني واستفاد تملك الذي يتوكل على طبيعي نار تسحب عائشة عبد الإسلام رضي الله عنها وارضاها لم يكن له غلطة وأسكى تحويل لسان عائشة محيطة لكل كل غضب حالة من أسوء هذا إسلام رضا يا أبو الله الكرام رضا يا أبو الله الكرام حاسس بمعنى حالة من الحداثة الأولاد الأولاد لم يبدو تمثل صور هذا ولنحن كنت حظن
معناته من حيث المثل سيمثل ويكا يدرسي قد ايه يبدو بالتوليسيس ما وصفه تعتبر حبات البرد اخوانها معناته وكتو ويكا يبدو بالتوليسيس قالوا ربا بكاله حبات البرد سادة هذا يقول لكل عبد الصمد انت قلنا على والله مش انت امر خاصة لا يفوت على السلطة تبدك يا هلالات كعفة وتسيحك يتسيحك ماذا سمعكم ان يستطر من النار ومشكلة طريقة دفعة لكي الورد أولى حتى تبدك يا هلالات مستحيك حيث كان يجوز على السلطة فوائد المحاكمة خصوصا من مرشي على السلام وانت السبب ان الله ملك من بسيطة من مصدعين من مدعين الضهران من حلال اللهم اعطي مغفرة خلفا فكان حلال اللهم اعطي مغفرة تلفا وهذا المنطق بلا ينفع إلى أن يكون واحد حيين بدل سيد إلى أن يكون واحد حيين وحول أحد بدل سيد كان كذلك بالله إلى أن يكون واحد حيين لأبنائي حول الحص هذا حبار الملاحي تقول على الفضائل حبار الملاحي تقول ما فضائل وأن تستوق بريدهم وما رسمك صفر القيام اللهم اعطي المسلم عن خلافه ككلام يقول اللهم اعطي المسلم ثلاثة ترفع واحد انت الشيء يقول ترفع شيء انت بابعي سكب بابعي مركة دعانا بدأت عليه بدها رحمة القادر حتى أتبعه الله أولنا وخير أولنا مسكين أولنا نبه أولنا كجف أولنا كتر عيسى أولنا أو على رفع أولنا حبهم لازم نحاول بحوار ويقول الله يقول وطار ويقدر خطا شو تقدر وطار قدر وطار وطار وحده ما كان قوية تهيك على بلا تسليم لا بعضها يزرور ولا شاك عليك نمكي وما نيسنا هذا ننكبنا عن حالهم إسلام تيسي من نقفت وصنعي تركك مالي هاي سيدي بأي لها كنت تصدقك أي اعتقد على السلام سيدي محي لحظي هل حب لها قلت بحيث الله حوارها كيف دولتها أما نمتاج الدولة يكسر المفسر أيها كان العقل سيعشقكم وبرهن مركب سلام يقول من حصل عيسى قال إذا مريض مسلم يقول سيارة مدرسة هل ما تيجي مع عرض الإعلان هل كان ضابط الطوب هذا يسمى على بعض قال يقول كل الله تعالى ضابط كل شيء فهو يخلفه وهو خير رسول الله حوالي هذا الرسول بدل كان إلى حد الشيخ طبعا قرار إلهي يقول أن قال الجنة يصبح في الأحزاب محاكمة المسددين المصدقات كل مرة محا فصول على صلاة السلام مركب ضد المعنيين على العينين ووعي يقول عمر قلت يا سيد الله يقول يا عم شاء النساء دمروا وظهروا تصدقنا فينا هي تكون أكثر أهل الله وروح ربح محاكمة كل دفع أفضل ولا يجدين نعم وزيلا رسول الله عنه وسلم رسول الله قلت له شيء تكسر ذراعا وتكسر عشرين ثم عرض الله بأسي من كان الله كفر السين عجب وان كان هذه أخي قصة بأسان كتا عند الله قد ويما نفعل بعض العلمين ولا يوفي كامل وهو يقول للسؤول كنت سيد الدولة دلو بدين مركز هذا الرجل رسول الله يقول له حرام
لكن ده في دول جدري اي صوف فضل اللي عبارة مدر كيف عمارة مدر خاتمين كل ما مرة تخلق بلاد مدر اي مدر قوية بحر مركة واحد بحيط واحد بحيط وشيء أساسي قولوا بعمل روح المدرين بلاد محاول بشارة بسرعة جدا يستيقظ لما تفهم البابسرة بلاد لو مش سايق
دولة تحت المال دولة نسى المال هي التالي المجد أم لا التالي ذكي الفرق بلد الفرق وذلك محاولة فما إلى الزوج إلى أبوذان أخو عامه إن أنا ربحه وما صدق أي صدق وإذا يبقى الوالد
أو بخير المرض إيوه إذا نسألها نور مرض بحق الرب إيوه هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى